معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري اللي من ساعة ما وصل النتائج تتحسن كثيرا بالنسبة للنادي المصري. يا كابتن ميمي مشرفني ومنورني وألف مليون مبروك، فوز مهم جدا على فريق كبير زي الاتحاد النهاردة. شكرا استاذ كريم، وطبعا اخويا وحبيبي وفيا المقدمة الجميلة دي انا ما استاهلهاش والله، كتر خيرك يا كابتن ميمي. اقل من حقك، ده احنا بنفرح لما بنشوفك في الدوري، يعني بنحب نشوفك دايما موجود مدير فني الفريق. الحمد لله. النهارده المباراه كانت صعبه اكيد، مباراه تقيله جدا، صعبه جدا، عنق زجاجه بالنسبه لنا. احنا الماتش اللي فات طبعا بتاع الداخليه عملنا ماتش كويس، تعادلوا معانا في الدقيقه 94 بضربه جزاء، طبعا كانت صحيحه قبل الوقت الانتهاء نص، كنت محتاج التلاته بونت، لان يا استاذ كريم لو حد بص في الجدول متعب تحت. فلو كنت فقست النهارده ماتش اللي بالنسبه لي النهارده 6 بونت، لان لو كنت اتغلبت النهارده طبعا في 34 وفي 33 وفي 32، كان ممكن اخش النهارده في معمعه اللي انا بلعب تحت ضغط. انا عندي مجموعه لعيبه محترمه جدا، لعيبه كويسه، عاوز ادي لكل الناس فرص، يعني عاوز ادي في المرحله الجايه. محتاج نتائج، بس عاوز برضه اشوف اللعيبه كتقييم للنادي، لان الثقه اللي اعطانا مستر كامل لما طلب مني الكلام ده طبعا، وبشكر كل الناس اللي فاتت كلها محترمين، كان في قمه التعاون. فانا جيت في مهمه اتطلبت مني كابن البلد وابن بورسعيد، مش شعارات، انا كنت ماسك مدير قطاع الناشئين ده 3 سنين، فالحمد لله بادي اللي عليا والباقي بتاع ربنا. صحيح صحيح. النهارده المباراه يعني عدت ببعض المطبات، ولكن كان المصري طول الوقت بيهاجم وطول الوقت عنده هجمات خطيره. وانا بتفرج على المباراه كابتن ميمي، ما اعرفش انت كان موقفك ايه على الدكه، المصري كان له هجمات خطيره وصلت في بعض الاحيان لانفرادات صريحه جدا، والانفرادات كانت بتضيع بسهوله شديده جدا. انا متصور ان المباراه لو كانت خلصت بالتعادل كان هيبقى عندك مشكله كبيره جدا مع اللاعبين. نفس المشكله اللي حصلت معايا يا استاذ كريم، انت بصراحه بسم الله ما شاء الله مش مجامله. فانا اول ربع ساعه الاتحاد تعبني جدا، الاتحاد نادي كبير والنادي محترم والنادي جماهيره ومعاه جهاز محترم. بصراحه اول ربع ساعه الاتحاد كان تعبني جدا، فريق عمار وابراهيم حسن واحمد عادل ميسي، اضطريت اوقف كريم بعد ربع ساعه، فطرنا لشويه حاجات، وبرده الحمد لله التغييرات خدت ثمارها. يعني لما نزلنا مثلا الجزار لعيب كان بعيد خالص، كنت محتاجه ان هو يجري كتير، مع الجلاصي راجع بقاله 3 ايام، فكنت محتاجه مع دائب اللعيبه كلها بصراحه رجاله، مع جريندو بصراحه، فاضطريت اودي جريندو كمان. لو انت لاحظت فكري كانت عملت جريندو اصلا الحته اللي بيحبها قوي لونج رايت، صح، فانا وديته ناحيه اليمين لدرجه هو بقى يخش جلاصي فاهمه، وقمت جايب اسلام عطيه في الحته لغايه ما اسلام جاله شد، برده قمنا مبدلين عبد يحيى. الحمد لله يعني كلهم بصراحه بالاجماع باللي بره كان عندهم روح عاليه، صح، لان استاذ كريم الماتش ده بالنسبه لنا عنق زجاجه غير عادي. يعني انت بالنسبه لك النهارده زي ما انا كنت حكيت لحضرتك اللي احنا بنحاول نعدي، انما برضو العمليه مش عمليه ماتش واحد، لا قدامنا برضو اللي احنا نشتغل ومشوار طويل ومع اللعيبه. وانا بشكر بصراحه الجهاز اللي معايا كله محترمين، الكابتن احمد الكاس حاجه جميله، كابتن طارق السيد، كابتن محمد محوط، جهاز محترم جدا، عبد الله، ناس مقدرين جدا ومحترمين، وبنشتغل بحاجه، بنشتغل كلنا واحد، صح. المدير الفني هو اللي بيكون بالتخطيط ووضع البرامج والتشكيلات والتغييرات، بس فكره واحنا واقفين تحس ان احنا برضه بنتشاور، بس انا باخد القرار في الاخر انا المسؤول عنه. صحيح. طب كابتن ميمي، من الحاجات برضه اللي قعدت افكر فيها في المصري، كل يوم اخبار عن رحيل بعض اللاعبين، في انديه عايزه اللاعبين بتوع المصري، نص لعيبه المصري معروضين وكانهم معروضين في سوق الانتقالات من دلوقتي. انت بتتعامل ازاي نفسيا مع اللاعبين ومعنويا؟ ازاي بتقدر تخليهم يركزوا مع الفريق في وسط كل هذه الاخبار والانباء؟ هو النهارده النادي طبعا النادي المصري هو مثل الحمد لله زي ما النادي المصري رجعني، يعني كنت بسال 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين بعيد، النادي المصري يبقى النادي المصري دي فضل على كل لعيب، فانا بتعامل معاهم بقول لهم الموقف اللي احنا فيه، انت عارف موضوع الاحتراف ما عادش بيعرف العاطفه. صح. ما عادش فيه عاطفه، لا صح. انا دلوقتي بقول لك انت في المكان فيه، انت متالق فيه، وجربنا تجارب كتير من خلال خبرتي في ال 40 سنه، في لعيب ممكن يبقى مميز عندك، وانت شفت الكلام ده في بعض الانديه، بيروح النادي يعني متالق في النادي بتاعه، بيروح النادي الثاني بينطفئ انطفاء غير عادي. صحيح. انا معاك، انا لازم اقدرك واقول لك على مجهودك اللي انت معايا وخبرتك كلها، وانا احط لك حاجتك بالنسبه لك وبديك دوافع، اقول لك انت هنا موجود، انت بقى ليك مكان اساسي، مش لسه هتروح تدور
اللي انت تبقى تدور على تيم او تشوف داخل نفسك وحسب اختيارات المدربين. صحيح. ممكن المدرب اللي جايبك مثلا مجلس الاداره بيجيبك غير المدرب، ممكن المدرب اللي جاي يقول لك انا والله عندي ظروف معينه او هو مش هيتجاوب معايا او مجلس الاداره عاوزك، لا انت في فرقتك نجم. صح. يبقى حافظ على مكان فرقتك اللي انت فيه وحافظ انت في نادي جماهيري. نادي جماهيري النهارده الانديه الجماهيريه حوالي 5-6 فرق. صح. النهارده الانديه الجماهيريه الشغل فيها صعب جدا، فانت نادي جماهيري كل ما انت ماشي الناس بتحييك، الناس دي لها تمن، فانت النهارده الدوافع دي انا بقول له انت النهارده مميز، اعمل نفسك حاجه، ربنا كرمك عملت ساعه، شوف انت في النادي ايه، ازاي كنت بتاخد مثلا قرش، هيبقى قرش ونص، ما يبقاش ثلاثه، ما يبقاش اربعه. صح. بس وبعدين هتستفاد. دي صح. اللي انا بنقل لهم وجهه نظري. صحيح. من ناحيه النفسيه ومن ناحيه كل حاجه. صحيح. كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى على الفوز الغالي اليوم على فريق الاتحاد السكندري. مدرب محترم مهذب يعني دؤوب جدا في شغله وفي عمله، ودايما هادي، ودايما حتى لما بيختفي شويه او يبعد شويه عن الاضواء في الدوري الممتاز يرجع ويتالق ويعمل ابداعات ونجاحات كبيره جدا.